وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ياسر، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار رطب ليلا على معظم الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 31، 24، مطروح 30، 24، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-24، وجوها حار. بالنسبة للسويس 35-24، العريش 32-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 37-28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 37-27، حلايب 34-28، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.